أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح أول عملية استئصال ورم بجذع المخ لطفل باستخدام أحدث التقنيات العلاجية داخل مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة إسماعيلية. طبعاً إسماعيلية هي ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد. وأشارت هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة لنجاح الفريق الطبي لجراحات المخ والأعصاب بمستشفى طوارئ أبو خليفة في استئصال ورم بجذع المخ لطفل عمره 6 سنوات. الطفل ده كان بيعاني من صداع شديد وصعوبة بالبلع وعدم اتزان نتيجة وجود ورم ضاغط على كل المراكز الحيوية بجذع المخ. الحمد لله طبعا هي تمت الجراحة على خير. وخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه العملية الجراحية من خلال الدكتور أحمد بسيوني مدير هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية طبعا اللي منورنا على الهواء مباشرة. أهلا بيك يا دكتور أحمد وصباح الخير. صباح الخير يا فندم وصباح الخير على كل المشاهدين. صباحك مصري صباح جميل لكل الناس وسامح حضرتك المشاهدين جميعا. حضرتك بألف خير يا رب ودايما صباحنا مصري كلنا. في البداية كده دكتور أحمد نحب نعرف من حضرتك تفاصيل العملية الجراحية ومدى صعوبتها. طبعا إحنا من خلال التوصيف الطبي قلنا طبعا الورم ده كان ضغط على المراكز الحيوية بالكامل بالنسبة لهذا الطفل، طبعا بنتكلم 6 سنين في مقتبل حياته، فده ممكن برضو كان يكون بيشكل جزء من صعوبة العملية. نعرف من حضرتك التفاصيل الكاملة لهذه العملية وإزاي تم إجراءها بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل مجهوداتكم أكيد. الحمد لله يا فندم، هيئة الرعاية الصحية هي من ضمن الهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل اللي بدأ تدشينها وانطلاقها في محافظة الإسماعيلية بتاريخ 16 فبراير بزيارة وارتفاع معالي رئيس الجمهورية عن طريق مستشفيات بتقدم خدمه طبيه متقدمه، مستشفى المجمع الطبي ومستشفى ابو خليفه اللي بنتكلم عنها النهارده ومركز 30 يونيو وتباع النقل بقية المستشفيات هيئه الرعايه الصحيه. مستشفى ابو خليفه مستشفى من المستشفيات المجهزه ب 112 سرير داخلي وخمس غرف عمليات باعلى الامكانيات العالميه المتطوره ومدعمه باقوى العناصر البشريه من الجامعات المصريه ومن وزاره الصحه المصريه من اكفاء الاطباء واكفاء الفئات التمريضيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. جراحة النهارده اللي بنتكلم عنها كانت أول مرة تتم داخل منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية. الجراحة لطفل عمره 6 سنوات كان يعاني من صعوبة شديدة في البلع وإغماءات متكررة وضعف عام بالحركة وعدم الاتزان وحالات إغماء شديدة وصعوبة شديدة بالنفس في بعض الأحيان. تم استقبال الطفل بالعيادات الخارجية بالمستشفى وتم عمل الإجراءات التشخيصية اللازمة له من أشعة مقطعية على المخ وأشعة رنين مغناطيسي عن طريق نخبة من أفضل الأطباء وتم تشخيص الحالة بوجود الورم في منطقة حساسة جدا لمنطقة جذع المخ وتم تجهيز الطفل نفسيا وتجهيز آلية الطفل المعنوية للعملية المتعتبر من أدق وأصعب التدخلات الجراحية على مجال جراحات المخ والأعصاب. وبالفعل تم تجهيز الطفل ودخوله غرفة العمليات. الحمد لله كانت العملية على قدر كبير جدا من الدقة والمهارة والخطورة، وبفضل ربنا نجح أطباء هيئة الرعاية الصحية بمستشفى أبو خليفة باستخدام التقنيات المتطوره اللي بتقوم بيها الدوله من جهاز ميكروسكوب متقدم جدا وجهاز منظار جراحي لاستئصال الورم. وتم خروج الطفل للرعايه المركزه بعد 4 ساعات ونص داخل غرفه العمليات، والحمد لله خرج الطفل من المستشفى بكامل صحته وهو يمارس حياته الطبيعيه بشكل كامل بعد قضائه مده الاستشفاء داخل الرعايه المركزه بعد اجراء العمليه الجراحيه. طيب قول لي يا دكتور احمد، بالنسبه للمراكز اللي طبعا كان بيضغط عليها هذا الورم، ايه ابرز المراكز الحيويه طبعا اللي كان بيلمسها هذا الورم وازاي كان ليها تاثير على الولد بخلاف فكره صعوبه البلع او حتى الصداع الشديد؟ الورم كان موجود في منطقه جذع المخ، وجذع المخ دي من المنطقه الصغيره جدا والحساسه جدا واللي مسؤوله بشكل رئيسي عن عمليات حيويه كبيره جدا في جسم الانسان، معدل النفس والنفس وضربات القلب وخلافه، بجانب مراكز الاحساس ومراكز الاعصاب الطرفيه واليه البلع. طبعا الورم مع زياده حجمه او ضغطه على هذه المناطق ممكن يؤدي فجاه الى لا قدر الله توقف لعضله القلب توقف فيه او فشل وظيفه التنفس يؤدي الى تهديد حياه الطفل. بفضل الله وكفاءه الاطباء الموجودين وباستخدام الامثل لكل الامكانيات المتاحه تم استئصال الورم وتم تحديده وتم تحديد المساحات الامنه للورم واستئصاله بنجاح باهر برغم من صعوبه العمليه ودقتها ومدى خطوره ومضاعفات الحاله، ولكن تم تهيئه الطفل واهل الطفل نفسيا ومعنويا بدرجه كبيره جدا من عن طريق فريق مختص من الاطباء والمعالجين والاخصائيين الاجتماعيين بالمستشفى. والحمد لله كانت النتيجه كما توقعنا جميعا، نجاح الجراحه بنسبه 100%، خروج الطفل كاملا من غرفه العمليات وغرفه الرعايه المركزه بعد ذلك يمارس حياته
صوره طبيعيه جدا بدون ادنى مخاطر على حياته او على وظائفه الحيويه اطلاقا. طب وليه دكتور احمد قبل تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل الجديد هل كنا ممكن نشوف عمليه بهذا النجاح بهذه الامكانيات بتتم في مستشفى عام او في مستشفى يعني غير خاص اذا جاز التعبير؟ كانت هذه العمليات تتم في اماكن معينه، اماكن معينه وليست متاحه لكل الناس، وكان بيبقى في قوائم انتظار رهيبه للمستشفيات التي تقدم هذه الخدمات. ولكن مع دخول منظومه التامين الصحي الشامل وهيئه الرعايه الصحيه تم توفير هذه الخدمات تقريبا في جميع المستشفيات بصوره ممنهجه وصوره علميه وصوره مستمره تضمن استدامه تقديم الخدمه على جميع في جميع المستشفيات. مستشفى ابو خليفه، مستشفى 30 يونيو، مركز 30 يونيو، مستشفى مجمع طرق الاسماعيليه، وقبلهم كانت محافظه بورسعيد ومحافظه الاقصر. محافظه الاقصر بالاخص كانت هذه العمليات غير موجوده على ارض الواقع بالفعل، ولكن مع دخول هيئه الرعايه الصحيه لمحافظه الاقصر بالتحديد تم، لان انا خدمت في محافظه الاقصر قبل ما انتقل لمحافظه الاسماعيليه، حسينا كلنا بمدى قيمه الهيئه العامه للرعايه الصحيه ومدى قيمه منظومه التامين الصحي الشامل برئاسه الدكتور احمد صبح رئيس مجلس الاداره، والاصرار للهيئه على تقديم جميع الخدمات وتوفير جميع الامكانيات الماديه والبشريه وتسهيل جميع العقبات لاتمام وانجاز مثل هذه الحالات المتقدمه والخطيره. بالمناسبه يا فندم، في نفس اليوم اللي تمت فيه عمليه جزء المخ تم عمليه كبيره جدا وهي اصلاح اعوجاج كامل للعمود الفقري لشاب 18 سنه، والعمليه دي تعتبر من اصعب واخطر العمليات. وفي نفس اليوم ايضا كان طفل يعاني من حادث طريق منذ 3 اشهر، وكان يعاني من فقد كامل بعظام الجمجمه، وتم زراعه شبكه تيتانيوم في نفس اليوم التي تمت فيه جراحه استئصال جزء المخ. ده اللي يدل على ده في نفس المستشفى يا دكتور احمد، في نفس المستشفى، في نفس مستشفى طوارئ ابو خليفه. مستشفى طوارئ ابو خليفه مجهزه بتجهيزات عالميه في لاستقبال اي حاله طوارئ واي حالات جراحات تخصصيه ودقيقه. ومش بس مستشفى ابو خليفه، كذلك المجمع الطبي بالاسماعيليه مجهز على اعلى مستوى لاستحداث تقنيات حديثه جدا متطوره ومتقدمه لاجراء مثل هذه النوعيه من العمليات المتقدمه والخطيره. امس بمستشفى المجمع الطبي بالاسماعيليه، هو احد المستشفيات التابعه لهيئه الرعايه الصحيه بالاسماعيليه، تم استئصال ورم كبير جدا ايضا من النخاع الشوكي لمريضه عمرها 34 سنه كانت تعاني من شلل تام بالاطراف، والمريضه حاليا ايضا تتحسن بصوره دراماتيكيه رائعه، وبدات بتحريك اصابع الايدي واصابع القدم، وبدا الاحساس يعود تدريجيا الى مناطق الاطراف السفليه. هذا النوع من العمليات كان بالنسبه لنا احنا كاطباء مصريين كان يتم في اماكن معينه، في جامعات معينه، في مستشفيات خاصه معينه، في تقنيات معينه، توفيره للمواطن المصري مجانا بالكامل وبنسبه مساهمه لا تتعدى 100 جنيه. يكفي نقول لحضرتك ان راحة للطفل تكلفتها في احد المستشفيات الخاصه تتجاوز 60,000 جنيه مصري، والطفل لم يدفع سوى 300 جنيه فقط هي نسبه المساهمه. راحت امس المجمع الطبي تكلفتها تتجاوز 150,000 جنيه، والمنتفعه لم او المريضه لم تدفع سوى 300 جنيه فقط نسبه المساهمه. اللي احنا بنشوفه دلوقتي في مجال تطوير الخدمات الصحيه الحكوميه في مصر مع بدايه منظومه التامين الصحي الشامل واتباعا محافظه تلو الاخرى لتدشين بدء المنظومه فيها، نهضه حقيقيه طبيه نامل جميعا ونعمل جميعا على استمراريتها وضمان استمراريتها لتقديم افضل الخدمات للمواطن المصري. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد بسيوني مدير هيئه الرعايه الصحيه باسماعيليه، كنت معنا على الهواء مباشره، وطبعا تسلم ايديكم، ومجهودات الدوله الحقيقه واضحه جدا في المجال الطبي او المجال الصحي، وطبعا دي ثمار المنظومه الجديده طبعا اللي بيتم تطبيقها بدايه طبعا من محافظه اسماعيليه وبورسعيد والاقصر، وان شاء الله يا رب كده تكتمل المنظومه على خير في رواه مصر بالكامل. بشكرك يا دكتور، الف شكر.